أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها موقف الحكومة من التصعيد العسكري جنوبا في عدن وفي الجبهات الشمالية. اشترطت الحكومة عددا من الضمانات والإجراءات لاستئناف عمل فريقها في نقاط الرقابة التي تشرف عليها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بالحديدة. وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي إن استئناف عمل الفريق الحكومي مرهون بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات، منها تأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام الأرضية والسماح بنشر مراقب الأمم المتحدة في جميع النقاط. كما اشترط الحضرمي نقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد وإلزاما ميليشيا الحوثي باستئناف عمل الدوريات الأممية المتوقفة منذ أكتوبر الماضي وفتح ممرات إنسانية آمنة ورفع القيود عن حركة ورئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة. في سياق ذاته اتهم وزير الخارجية محمد الحضرمي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بمواصلة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن وتدشين مرحلة تصعيد جديدة. وأبلغ وزير الخارجية سفراء الدول الكبرى لدى اليمن أن ما تقوم به وحدات تابعة للانتقالي من عرقلة لعمل المؤسسات الحكومية والتدخل في مهامها واستحداث نقاط جديدة وإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى عدن يعد تصعيدا غير مبرر واستمرارا للتمرد المسلح بهدف إنهاء اتفاق الرياض. نناقش أبعاد ودلالات الموقف الحكومي من التصعيد شمالا وجنوبا مع ضيوف الحلقة بعد هذا التقرير. الحكومة تعرض الوضع الخطير في البلاد على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. جاء ذلك خلال أحدث لقاء لوزير الخارجية محمد الحضرمي مع سفراء هذه الدول، والذي ناقش خلاله مع السفراء التصعيد الأخير من قبل المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن. كان لافتا في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الوزير حاول تمرير نقطة البحث الرئيسية هذه ضمن نقاط عديدة أخرى بينها كورونا والتطورين الأخيرين في كل من الجوف والحديدة. الوزير الحضرمي بدأ خلال هذا الاجتماع شاكيا من سلوك المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، والذي أعاق بتصرفاته الأخيرة في عدن عمل المؤسسات الحكومية وفاقم من التدخل في مهامها بالإضافة إلى استحداثه نقاط جديدة وإرساله تعزيزات عسكرية إضافية، وهو ما اعتبره الوزير تصعيدا غير مبرر واستمرارا للتمرد المسلح الذي جاء اتفاق الرياض بهدف إنهائه. الوزير الحضرمي شدد خلال الاجتماع على أن تنفيذ اتفاق الرياض أصبح ضرورة لا تحتمل المماطلة والإعاقة من قبل المجلس الانتقالي. وفي الوقت الذي كان فيه الثناء للسعودية ولدورها الضامن للاتفاق، أكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف مثل هذه الممارسات، والتحذير كذلك من أن استمرار المجلس الانتقالي في هذا النهج وهذه الممارسات والتصعيد سيترتب عليه تبعات تهدد بفشل اتفاق الرياض. فقدت الحكومة بالتصعيد الأخير للمجلس الانتقالي حرية الحركة والاجتماعات فيما يفترض أنها العاصمة السياسية المؤقتة للبلاد. وفي الآن ذاته يظهر المجلس الانتقالي نيته للتنصل الكامل من تنفيذ اتفاق الرياض، ولا أدل على ذلك من التعزيزات العسكرية المستمرة التي أشار إليها الوزير والتي يرسلها المجلس إلى أبين. لكن التطور الأخطر الذي وضع الحكومة والسعودية كقائدة للتحالف وضامنة لاتفاق الرياض تمثل في تعزيز التواجد العسكري للانتقالي في مطار عدن الدولي ضداً على الإجراء الذي أقدمت عليه الرياض، والقاضي بإحلال قوة جديدة من أبناء محافظة عدن لتتولى حراسة المطار بدلاً من قوات الأمن الحالية التي تخضع للمجلس الانتقالي وينتمي معظم أفرادها إلى منطقتي الضالع ويافع على وجه التحديد. يأتي ذلك فيما كشفت معارك صرواح عن تضامن سياسي ودعائي بين المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات وبين ميليشيا الحوثي، عكسته مواقف وتعليقات عناصر محسوبة بشكل كامل وتنشط ضمن المنظومة الإعلامية لأبوظبي. إذن ولمناقشة أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا المستشار الإعلامي بسفارة اليمن في الرياض الصحفي أنيس منصور، وأيضا ينضم إلينا من نيويورك الباحث السياسي إبراهيم القعطبي. مرحبا بكما معنا. نبدأ مع السيد إبراهيم، هل ترى سيد إبراهيم أن الشرعية في موقع يؤهلها لتشترط لإعادة فريقها العامل في اللجنة الدولية بالحديدة؟ والله الشرعية يعني تستطيع القيام بأي شيء إذا قررت المواجهة والوقوف إلى جانب الشعب واتخاذ قرار
العودة إلى داخل الوطن ومواجهة القوات الانقلابية والتواصل مع العالم الخارجي بعيدا عن التحالف السعودي الإماراتي الذي دائما يستهدف الشرعية وقواتها ويمول الميليشيات التي تنقض من الشرعية. الحديث بحد ذاته ليس مجديا، يعني الحكومة الشرعية عرفنا أنه اليوم لن يعد لها مقر داخل الجمهورية اليمنية، هناك مجموعة من المعسكرات وهو ما تبقى للحكومة الشرعية هو المواجهة ومواجهة هذه الميليشيات. كلما تأخرت الحكومة الشرعية من المواجهة والوقوف إلى جانب الشعب كلما انتهت فعاليتها ومصداقيتها أمام الشعب وأمام المجتمع الدولي. لم نعد نعول ولا الشارع اليمني يعول كثيرا على تصريحات الحكومة اليمنية لأنها دائما تصرح في وادي وما يجري على الأرض في واد آخر. نحن نرى اليوم ما يجري في الجوف، ما يجري في مأرب، ما يجري في مناطق أخرى. وآخر حديث السفير السعودي آل جابر الذي قال أن ليس من حق الحكومة اليمنية المناورة داخل أراضيها وبالتحديد في المناطق الجنوبية. نعم. وهذا بات واضحا أن الحكومة الشرعية مستهدفة، لكنها نعم سيد قاطبي سنناقش هذه النقاط التي ذكرتها سيد إبراهيم. نعود إلى ضيفنا من أو المستشار الإعلامي بسفارة اليمن في الرياض الصحفي أنيس منصور. أنيس، برأيك ما الذي يعنيه التحرك العسكري الأخير في عدن وإعلان قيادات ميدانية تتبع الحزام الأمني جاهزيتها العسكرية لأي قتال؟ طبعا أخي هناك يعني ترتيب، هناك أمر أشبه التنسيق هجوم على مناطق الشرعية من قبل الحوثيين شمال الشمال، وهناك أيضا تحرك مستفز وأيضا تحرك فيه من المخالفات وفيه من الانتهاكات وفيه من الإجرام ما فيه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، من يدير هذا التحرك؟ من الذي ينسق ويرتب هذا التحرك؟ طبعا أنا أقول لك وأنت تعلم وتحدثنا كثيرا أن المجلس الانتقالي لا يملك خيارا ولا يملك قرارا ولا يملك موقف. المجلس الانتقالي وجنوده وميليشياته عبارة عن أدوات تنفذ ما يرسل وما يملى لها من أبو ظبي ومن الإمارات. هذا الذي يحصل الآن. السؤال الذي يطرح نفسه بين هذا وذاك، من المسؤول عما يحصل؟ المسؤول عما يحصل هذا هي المملكة العربية السعودية. نحن صح نجلد الشرعية ونعاتب الشرعية في المقابل، لكن لا يمكن للشرعية أن يكون لها خيار ولا قرار ولا موقف إلا إذا غادرت من المربع المستعبد من قبل الإمارات أو من قبل السعودية تحديدا. أيضا اللي حصل يا أخي أعتقد أنها عبارة عن حركات لمشهد قادم. يعني أنا بدأوا بمشهد اتفاق الرياض وهو اعتراف سياسي بمجلس انتقالي وبدعم سعودي واماراتي، ثم الان التحرك العسكري يريد ان يفرض امرا واقعا بعيدا بتجاوز خطوات اتفاق الرياض. نعم. شيء مخزي وشيء محزن جدا الذي يحصل ومؤلم جدا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم معنا خيار هي ورقه الشرعيه. الشرعيه للاسف الشديد اخي يعني نحن بحاجة إلى أنها تخرج من مربع التصريحات والكلام الدبلوماسي والسياسي إلى الواقع كما ذكر ضيفك من قبل. نعم سيد إبراهيم قعطبي، أشار السيد منصور أن هناك ثمة ما يربط بين التحرك الحوثي شمالا بالتصعيد الجنوبي الانتقالي جنوبا، ما رأيك أنت بذلك؟ بلا شك هذه الأمور لا تأتي من فراغ. يعني احنا نعرف ويعرف الجميع ويعرف العالم كله أنه من يمول ميليشيات المجلس الانتقالي هي المملكة العربية السعودية والإمارات. والتساؤل اليوم هو لماذا تتحرك هذه القوات محاولة الانقضاض على ما تبقى من مؤسسات الدولة في عدن، بينما الهدف الحقيقي الذي أتى من أجله التحالف ولمساعدة الشرعية والشعب اليمني هو استهداف ميليشيات الحوثي، وهذا لا يتم. الحوثي يتنقل بمناطق واسعة على مستوى الصحراء في الجوف وفي مأرب بدون أي استهداف من قبل هذا التحالف. والآن التحالف السعودي الإماراتي يتحدث على
الحكومة الشرعية أنها تخرق الاتفاق، وهذا اعتقادي أنه اليوم موضوع جانبي. نحن الآن نتحدث على استعادة الشرعية، نتحدث على ليس فقط استعادة الشرعية وإنما سقوط آخر معقل للشرعية في مأرب، بينما هذا التحالف يفتح ثغرات كثيرة لإبعاد النظر اليمنيين عن فشلهم وعن تآمرهم على اليمنيين بتمكين الحوثيين من سيطرة على المناطق الجنوبية وتمكين الميليشيات الانفصالية التابعة بشكل مباشر للإمارات والسعودية من المناطق الجنوبية. هناك استهداف واضح وصريح من قبل هذا التحالف لقوى الجيش الوطنية ولقوى المقاومة الوطنية التي تحارب من أجل استعادة الوطن والجمهورية وإنهاء الانقلابات. فلذلك يجب أن نكون واضحين في هذا النقاط. ولكن المسألة لكن أنت سيد إبراهيم كمراقب ومتابع ما زالت مقيمة في الرياض. نعم، أنت كمراقب سيد إبراهيم ومتابع للأحداث، كيف تقرأ التصعيد الإعلامي والعسكري لقيادات المجلس الانتقالي في عدن؟ هي تأتي من نطاق يعني مصرح به من قبل التحالف، وهذا خطير. يعني ما يحدث اليوم، حديث وزير الخارجية اليمني الحضرمي عندما يتحدث أن هناك إرسال قوات إضافية إلى عدن، هذا ربما بحد ذاته يعني يعد مؤشرات أن هناك تحرك حقيقي من قبل السعودية والإمارات لإسقاط ما تبقى من مؤسسات الدولة والانقضاض على الجيش في المناطق التي كان يفترض أن تكون محررة. وهذا الأمور لا تأتي يعني من فراغ، والمجلس الانتقالي كما ذكرنا مرارا وتكرارا لا يملك قراره ولا يتحرك بدون إيعاد من السفير السعودي والإماراتي. هذا أمر خطير جدا. نحن نتحدث أن المجلس الانتقالي وميليشياته يعزز قواه في العاصمة المؤقتة، بينما الحوثيين يتحركوا نحو مأرب. هل نحن نتحدث على تقسيم اليمن والوصول إلى المناطق التشتيرية ومن ثم تمكين ميليشيات الحوثي من حكم لا. الشمال، وتمكين ميليشيات الجنوبية من حكم مناطق الجنوب، ولحساب من هذا يعني يتم هذا؟ أنا في اعتقادي أنه بات واضحا أن منذ سنوات الإمارات والسعودية وصلت إلى تحقيق أهدافها من خلال السيطرة على الموانئ والجزر والموقع الاستراتيجي اليمني والقرار السياسي والسيادة اليمنية. الإمارات ترسل هذا الأسبوع قوات ويعني أسلحة إلى سقطرى، بينما الجيش اليمني يستهدف في مأرب. هناك أسئلة كثيرة عن دور هذا التحالف الذي لم يعد يعني مخفيا أنه لتقسيم اليمن والانقضاء على الشرعية اليمنية وعلى نواة الجيش الوطني وعلى كل فئات المقاومة التي تقاوم مشاريع تقسيم اليمن ومشاريع الانتدابات الخارجية والإمامة والتصفية. نعم، شكرا لك إبراهيم القعطبي الباحث السياسي، كنت معنا من نيويورك. نعود إلى ضيفنا أنيس منصور. سيد أنيس، الآن قوات الانتقالي تقول أنها جاهزة للدفاع عن عدن، ما الذي يمكن فهمه من هذا التصعيد بينما كان منتظر منهم استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض؟ أخي العزيز، أنا أريد أن أضع لك نقطتين على عجالة. أسوأ من تحرك الانتقالي وأسوأ من تصريحات الانتقالي وأسوأ من كل ذلك الذي يحصل هي تغريدة السفير السعودي. يعني تصور أنت، نزل المجلس الانتقالي بقوات من الضالع، ونزل المجلس الانتقالي باستعراض بقوات من يافع، ونزل المجلس الانتقالي بقوات من الصبيحة، ونزل المجلس الانتقالي بقوات من كل المعسكرات، وكل القادة أكثر من 15 فيديو يبث فيه قيادات عسكرية إعلانهم واستنفارهم، ويتحدثون بلغة نارية ولاءهم لعيد روس للانتقالي وضد الشرعية، لا تسمع أي صوت من قبل الإمارات ولا من قبل السعودية. خرج القائد عبد الله الصبيحي وهو على الساحل يتحدث عن مناورة بسيطة جارت، فقام السفير السعودي، هذا الرجل الذي هو جزء من هو أساس المشكلة، هذا الرجل المستثمر الذي يستثمر المآسي والأناث لصفقات تجارية وصفقات مالية وصفقات تسليح وصفقات غيرها، يلعب دورا سيئا جدا في مسار اليمني، فيقوم ويعني يتحدث عن
ليس من المطلوب وليس من المعقول وليس وليس بهذه المصطلحات ضد هذه الحركة. انظر أنت إلى لتشعر قيمة ماذا يريد التحالف مننا. التحالف يريد أن يكون هناك يمنا متناحرا متصارعا يغذي الانتقالي ويغذي الشرعية، يغذي الحوثي ويغذي المقاومة ويغذي الجيش الوطني ويغذي الجميع حتى ينطحن الجميع ويستسلموا لأي قرار وأي خيار أو أي خيار يمس كرامة. إذن سيد أنيس، هل نفهم كروات أن الرياض راضية عن تحركات الانتقالي سواء كانت الإعلامية أو العسكرية؟ الرياض أهينت والرياض انهزمت، الرياض انهزمت ولا المعركة الحقيقية التي أتت منها. كيف انهزمت الرياض وكيف أهينت؟ أولا أهينت من خلال أنه تصور أنت أنه مجموعة يعني السعودية العظمى والقوة الكبرى والسعودية التي يعني لنا سنوات ونحن نتغنى بمجدها تحولت إلى فقاعة صابونية وتحولت إلى يعني نمار من ورق. يعني هؤلاء لا يستطيعوا أن يفرضوا أمر واقع سياسي يساند الشرعية على الأرض، يكذبون. قاموا بوضع اتفاق الرياض وقاموا بدعم الميليشيا الانتقالي، وبالتالي أهينت من قبل المجلس الانتقالي عندما خرجت التظاهرات تقول يا سعودية كذاب أنت زعيم الإرهاب، عندما خرجوا ومنعوا من دخول قوات سعودية أو تابعة للسعودية إلى المطار، عندما تم مواقف كثيرة جدا، عندما تم تعرية دور السفير السعودي والكاذب في المسار اليمني في المعركة اليمنية، عندما كثير من المحطات يا أخي والمواقف التي نستعرضها وهم يتحدثون عن الدور السيء للسعودية، وبالتالي تشعر على أنها قدمت نفسها بشكل ضعيف. لا ندري هل هذا الضعف يعني بسبب ضغط الإمارات أو بسبب أن هناك أوراق تملكها الإمارات أو أن هناك اتفاق للإمارات وهم راضين بما هم هو عليه، لكن يعتقدون أنهم سيخرجون من النفق. هم الذين أتوا بالحوثي مكاية في البداية بالإصلاح، وبالتالي دفعوا الثمن اليوم كم، وبالتالي سيدفعون الثمن أيضا مرات ومرات. نحن لم يبقى للوطن شيء، لكن هم الآن سيكتوون بنار ما يحصل من مؤامرات. شكرا لك أنيس منصور الصحفي، كنت أو المستشار الإعلامي بسفارة اليمن في الرياض، شكرا جزيلا لك. أيضا ينضم إلينا بسيم الجناني وهو صحفي من الحديدة، مرحبا بك معنا سيد بسيم. مرحبا بك أخي، مساء الخير. فيما يتعلق بالشأن في الحديدة، ما أوراق القوة التي تمتلكها الحكومة الشرعية لتشترط وتطلب ضمانات لعودة ممثليها في لجنة إعادة الانتشار برأيك؟ نعم أخي، أولا نعزي الوسط الصحفي ونعزي أسرة قناة بلقيس والزميل عبد الله الحرازي في وفاة المصور الصحفي رمزي الحرازي، نسأل الله أن يتغمدوا بواسع رحمته. نعم إن الله إليه راجعون. نعم، في بالنسبة لتصريحات الخارجية اليمنية وفيما يتعلق بالشروط التي وضعتها لإعادة مسار الحوار حول ما يسمى باتفاق ستوكهولم، هو عبارة عن درر رماد في العيون. للأسف هذه الشروط لابد أن تكون قد نفذت منذ بدء التفاوض في الحديدة، منذ وصول أول بعثة للمبعوث الأممي كانت في تلك الفترة عبر الجنرال باتريك، خاصة فتح الممرات الإنسانية وانتزاع الألغام. نحن على مدى نصف عام ونصف كل هذه الخطوات لم تتم. أنا أستغرب من المطالبة بهذا الشكل والصريح ولو كان متأخرا. هذا الأمر هو أصلا أحد بنود الاتفاق التي كان من المفترض أن يقوم الحوثي بتنفيذها منذ توقيع اتفاق ستوكهولم، وإن كانت متأخرة لكنها بالمجمل جيدة. أعتقد أن ورقة الضغط هي بالأصل يعني منصوصة عليها في الاتفاق ولا بد أن تنفذ، ويعني والضغط الذي يعني تقوم به الحكومة حاليا بهذا الاتجاه لابد أن يستمر ولا يتم التنصل منها أو يتم الترخرخ كما يحدث دائما، خاصة عندما يكون هناك شدة من قبل الحكومة في التوقف عن المشاورات أو عدم حضور اللقاءات. لكن بالنسبة للحديث عن شدة الحكومة وخطابها، لطالما سمعنا خطابات سيد بسيم عن طارق عفاش ومن القوات الاتهامية، وأيضا سمعنا تهديدات بالقدرة
على تحرير الحديدة، هل تجد أن الشرعية قادرة فعلا على منعهم في حال تحركوا، وما المانع برأيك؟ نعم أخي، القوى العسكرية في الساحل ليست بالقوى السهلة أو القليلة. نحن نعلم أن نحن على بدا سنة ونصف يقوم الحوثي باختراقات دائمة وتسللات دائمة وحشد كبير جدا في هذه الجبهات، إلا أنه يتلقى صد شديد وهزائم يعني بشكل فادع جدا. وكلنا يعلم أن الساحل الغربي منذ بدأت المعارك فيه فقد الحوثي فيه مئات القادة، خاصة من الصف الأول ومن الهاشميين الذين يقودون المعركة، خاصة من كانوا يقودون معارك حروب صعدة في السابق. الحوثي يتكبد خسائر بشكل يومي، وكلنا لو أتينا إلى الواقع من حيث الهجمات التي يقود الحوثي، لم يستطع الحوثي استرداد حتى نصف كيلو أو 10 متر مما فقده خلال عام ونصف أو منذ اجتياح مدينة الحديدة والوصول على حدودها. هذا يعني بأن هناك فعلا قوة موجودة، ولكنها يعني مرتبطة بقرارات دولية، هناك قرار أممي، هناك ضغط دولي على خاصة التحالف في أن القوات هذه تبقى في أماكنها لا تتحرك إلا بإذن من قبل التحالف، خاصة أن التحالف هو من يقود المعركة في الساحل وهو من يشرف على القوات سواء كانت حراس الجمهورية أو الإلتهامية أو النخبة أو العمالقة، كلها تدار من قبل غرفة عمليات موحدة موجودة في الساحل، وهي مرتبطة بقرار دولي. للأسف هذا القرار لم لكن على مستوى التنفيذ سيد بسيم، على مستوى التنفيذ الحكومة اشترطت تأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام الأرضية والسماح أيضا بنشر مراقبي الأمم المتحدة في جميع النقاط، إلى أي مدى ترى أن هذا يمكن تنفيذه على أرض الواقع؟ هذا ضمن بنود الاتفاق التي تمت عليها في نوفمبر الماضي من خلال نشر نقاط المراقبة الخمس في حدود المدينة، منها نزع الألغام و وصول فرق أممية تابعة للأمم المتحدة لهذه النقاط وتفعيل دوريات مستمرة، ولكن للأسف الحوثي رفض تنفيذ هذه الخطوة، وهي خطوة تم التوقيع عليها داخل السفينة التي يتم الحوار فيها من قبل الجنرال جوها. وللأسف حتى الفريق الأممي لا يستطيع أن يتحرك من مدينة الحديدة إلى هذه النقاط للمراقبة ومباشرة أعمالهم. أيضا من ضمن الطلبات أو الشروط التي وضعتها الحكومة هي النقل مقر الأمم المتحدة إلى منطقة محايدة، وهذا أمر كان مفترض أن يتم منذ فترة، خاصة بأن الفريق الأممي عندما يصل الحديدة لا يستطيع أن يعبر حتى كيلوات واحد إلى كيلو متر إلى أي أقرب نقطة وهي سيتي ماكس التي مسافتها قريبة من وسط المدينة، يعجز الفريق الأممي أن يصل إليها، خاصة أنها نقطة تتبع الأمم المتحدة وأقرت في اجتماعات وتم التنفيذ عليها من قبل ضباط الارتباط في القوات المشتركة والحوثيين. نعم. إلا أن الحوثيين تنصروا لهذا الاتفاق واعتدوا على ضباط الارتباط. نعم. نعلم أن قبل أسبوع هناك حادثة وقعت في استهداف ضباط الارتباط في نقطة سيتي ماكس التي تطل على شكرا. الحديدة. نعم شكرا لك الصحفي بسيم الجناني، كنت معنا من الحديدة على هذه المداخلة، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا المستشار الإعلامي بسفارة اليمن في الرياض الصحفي أنيس منصور، وأيضا من نيويورك الباحث السياسي إبراهيم القعطبي، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، والتحية مني ومن معد الحلقة وديع عطا، وإلى اللقاء.